ورد اليوتيوب كيف الحال؟ مسوي عساكم خير؟ يو الشعب كله منتظر الرد تبع سلومو صح ولا لا؟ اوت اوف نو وير فورتكس نزل تراك سماه صملة. ارون لو هو يعني متفق مع سلومو لانه سلومو قال يوم الخميس راح ينزل اول فيرس من درب الحاوية تقريبا اسمه، فهمت علي؟ نفس اليوم فورتكس نزل تراك اوت اوف نو وير، الشعب كله يعني اخر شيء كنت متوقعه انه فورتكس نزل تراك، فما بالك بدس تراك، فهمت علي؟ God damn it. برو تراك اسمه الصملة، اوكي نازل من 3 ساعات، عدل 22,000 مشاهدة، عدل 4,800 لايكات. الديسلايكات طبعا زي ما تعرفوا اليوتيوب تحديث تبعه الجديد، فهمت علي؟ صار ما يظهر للاودينس او الجمهور، بس يظهر لصاحب القناة في الاستوديو، فهمت علي؟ يعرف كم شخص سوى ديسلايك والكلام هذا. Produced by ZP Line ZP Lean ZP Lean anyways everything else by Vortex. alright اوكي 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 كلمات ما في. wait ما في. جيتون راب لحن اداء ليركس مونتاج 100%. اوكي لكن كنت اتمنى تحط الليركس بالترجمه كالعاده. فاكس اتمنى ينزل، انا لسه التراك جديد، اتمنى يعني اذا شاف الرياكشن هذا اتمنى انك تنزل الكلمات. ليتس جيت. يا معود شنو كلاش عطيته هدوك وكسرت وصار ملطشه من بين الناس. اوكي قبل لا نبدا كل واحد يدبر سماعته، اللي ما عنده سماعات بوز يروح يدبر سماعته او بوز تروح تدبر سماعتها. ليتس جيت ات. يا معود شنو كلاش عطيته هدوك وكسرت وصار ملطشه من بين الناس. صار ينهاش درب المهارة فلاش بس هم جراد يقول لك بدوس عليك بدو باس. اللي قال انه ما يجمل انا ادس بالراب وهو يبند، هذا دليل اني بطش فيهم انا ادس بالراب وهو يبند. شوف فورتكس في حساباته يعني كلها جاه باند، فهمت علي؟ اللي هو انستغرام او سناب شات، فهمت علي؟ تقريبا اغلب المواقع التواصل عليه يعني زي someone hacked him، فهمت علي؟ فذكر الموضوع هنا قال انا ادس وانت بند. عرفنا فيز ذا وان بس حساباتهم يعني كلها مقفله. انا ادس براب وهو يبند، هذا دليل اني بطش فيهم بلغم حواش البي بربيهم. منو اللي قال انه معاي جمل انا ادس براب وهو يبند، هذا دليل اني بطش فيهم. صباح نزلت السات ارجع واحبط العراب بدون انستغرام يوتيوب سناب ادزم واتساب. ما اكرها مو فرقه لو ما اكرها، جمهورك نفسك مطي والمطي ما على شرها. ستايل داج مسار ربع وجاج لازم يخشوش ان الشاب بمهابه مكثر مكياج. لازم وات يقول لازم يخشوش ان الشاب، مين يذكر لاين هذا؟ لازم يخشوش ان الشاب يشرح عشان من الشمايل عشان لو شعره شاب بينشي شباب من بعد الشايل. شي وشويات من اللي شالوا من شباب ولين شاب تمشي بشراين عياله لما تشب الاشناب. وتعلي صباح نزلت السات ارجع واحبط العراب بدون انستغرام يوتيوب سناب ادزم واتساب. ما اكرها مو فرقه لو ما اكرها، جمهورك نفسك مطي والمطي ما على شرها. ستايل داج مسار ربع وجاج لازم يخشوش ان الشاب بمهابه مكثر مكياج. استقبل الحقيقه وانا صاج بدون احراج، انت ملك بالسجن ايش فايده التاج بدون افراج. اعكرها ما خليتها انها بعيده، بتكون اهدافها تعذيبه بعيده. شنو طاح مستوى تأليفه، البوست عنده جوست رايتر الظهر بعيد. معلق داون تحس بالوحكه شفني دوق، انزل شويه لان زهقه بروحي فوق. ما اذبحهم منهم ما انظر، اطلع ناي وارقصهم واتمتع بالمنظر. ليش ما ادري بوز انا ما اشتري فيوز، اسكي ما استري دوس اللي قال بنفوز. اعطيه باس بيشوف اي دونت ايفن بارشلي لوز، اللي حط راسه براسي بيموت ادمر بحالي جيوش. نصابين صقر احشره بين عصافير، هم اجيب عصاك انت شوف بعد ضربه العصافير. يو فورتكس شوف اللي قاعد اسوي هذا مو بتحليل، اللي يجي في راسي اقوله، فهمت علي؟ فاذا تبي تشوف التحليل شوفوا قناه جذور الراب، اذا تبي تشوف مثلا شخص فاهم الساحه شوفوا سحاب، فهمت علي؟ لكن هنا بيور رياكشن، فهمت علي؟ بيور رياكشن من يعني متابع افريج، فهمت علي؟ I'm not an expert، انا مو خبير ولا شيء، فهمت علي؟
I'm here for good time. الدنيا weekend and I want to have fun. يعني فهمت علي؟ الدنيا weekend والشعب بما فيهم أنا حابين يعني كذا ننبسط. فهمت علي؟ فا I'm doing my best to do that. You know what? نعيد التراك من أول. لا نتكلم كثير. شنو كلاش عطيته هدوك وكسرت وصار ملطشة من بين الناس صار ينحاش درب المهارة فلاش بس هما جيراد يقولك بدوس عليك بدو باس منو اللي قال انه معاي جمل انا ادس براب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغ الحواش البيبي ربيهم منو اللي قال انه معاي جمل انا ادس براب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم وحنا نزلت السات ارجع وحبط العراب بدون انستغرام يوتيوب سناب ادزم واتساب ما عكرها مو فرقه لو ما هكرها جمهورك نفسك مطي والمطي ما على شرها ستايل داج مسار ربع وجاج لازم يخشوش ان الشاب بمهابه مكثر مكاج استقبل الحقيقه وانا صاج بدون احراج انت ملك بالسجن ايش فايده التاج بدون افراج اعكرها ما خليتها ان بعيده بتكون اهدافها تعذيبه بعيده وشن طاح مستوى تاليفه البوست عنده جوست رايتر الظهر بعيد معلق داون تحس بالوهق شفني دوق انزل شويه لان زهقه بروحي فوق ما اذبح منهم ما انظر اطلع ناي ورقصهم واتمتع بالمنظر ليش ما ادري بوز انا ما اشتري فيوز اسكي ماستر يدوس اللي قال بنفوز اعطيه باس بيشوف اي دونت ايفن بارشلي لوز اللي حط راسه براسي بيموت ادمر بحالي جيوش نصابين صقر احشره بين عصافير لما اجيب عصاك انت شوف بعد ضربه العصافير حكي بتكنسل منو مو بيدك المصير خليك من بعص معصب ومعصلك معصي ما يصير منو اللي قال انه معاي جمل انا ادس براب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغ الحواش البيبي ربي منو اللي قال انه معاي جمل انا ادس براب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغ الحواش البيبي ربي عند الاخراج اصفك مع باج الكومبار سكت شواف ذا نايت ايريس يو قاعد علمك مونتاج اختم مسيرته بس بفور بارز انت عار على الموسيقى وانا ليجند موزارت اختبار يلا خلينا نشوف التست I know you hungry for fame but you can't boo the best بنقول اللي بدع واللي دش بالصبة بس دوامك انت عار على الموسيقى وانا ليجند موزارت اختبار IQ يلا خلينا نشوف التست I know you hungry for fame but you can't boo the best بنقول اللي بدع I know you're hungry for fame but you can't boo the best بس قال على طريقة boo the best اللي هي عاصمة هنغاريا فهمت او بلغاريا نو هنغاريا هنغاريا او المجر بالعربي ف you can't boo the best فليكس كذا فليفر ثاني اصفك مع باج الكومبار سكت شواف ذا نايت ايريس يو قاعد علمك مونتاج اختم مسيرته بس بفور بارز انت عار على الموسيقى وانا ليجند موزارت اختبار اي كيو يلا خلينا نشوف التست I know you hungry for fame but you can't boo the best بنقول اللي بدع واللي دش بالصبه بس دوامه انه هسه وربه وايد على ميوزك خايش لا تنصدم لانها مو بطل بطل بنقرب صرب الرقم انحسب تنزل اغاني بشكل بدائي وتخلي ادائك سهل الحفظ تصير مشهور بكل مكان من عرب وضع المهاره ينقرض جمهورك كلونه صدمه بمعلومه يا المومس ليش الدرجك ويفي عشان ما اشوفك بتونس الظاهر بلعت العافيه خلاص فهمت اسلوبك جانجستا موضوع تونس هذا تقريبا البرنامج اللي سوى فيه انترفيو صح؟ مع واحد من حقين فايتا حاجه كذا اسمه سمعت تونس وتذكرت الفيديو هذا تصير مشهور بكل مكان من عرب وضع المهاره ينقرض جمهورك كلونه صدمه بمعلومه يا المومس ليش الدرجك ويفي عشان ما اشوفك بتونس الظاهر بلعت العافيه خلاص فهمت اسلوبك جانجستا مع ربعك بوسي وانت بروح تقول قلوبك ما يعرفوني مطلعهم غلابه لون ارك نشف يوهو تشل تشل برو قاعد يدخل نفسه كذا في دوامه ويت في واحد قال انه الموضوع هذا الدس هذا اللي قاعد يصير مع كلاش يعني زي كأنه تهيئة لجيل جديد فهمت علي؟ فاختبار كلاش الآن كان يو سرفايف فهمت علي؟ كان يو سرفايف سلومو وفورتكس مع بعض كان يو سرفايف ديز تو؟ يعني if he survived كلاش بيكمل بيكون كيه relevant مع الجيل الجديد فهمت علي؟ والحل الوحيد انك تسوي ستايل جديد فهمت علي؟ انك تسوي اسلوب جديد فهمت علي؟ انك ماشي مع الجيل الجديد هيب هوب جيم is a young man game and it's a business فهمت علي؟ فاذا ما قاعد تسوي update فهمت علي؟ البزنس حقك بيكون كأنك كوداك if that makes sense يعني
يضمن اللي قال انه معي جمل انا ادس بالراب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغوا الحواش البيبي ربي عندي الاخراج اصفك مع باج الكومبار سكت شواف ذا نايت اريس يقع علمك مونتاج اختم مسيرته بس بفور بارز انت عر على الموسيقى وانا ليجند موزارت اختبار IQ يلا خل نشوف التست I know you hungry for fame but you can't boot the best بنقول اللي بدع واللي دش بالصبه بس دوامه انه هزه وربه وايد على ميوزك خايف لا تنصدم لانها مو بطلب طلب انقلب صرب الرقم انحسب تنزل اغاني بشكل بدائي وتخلي ادائك يسهل الحفظ تصير من شرب اقل مكان من على وضع المهاره ينقرض جمهورك كلون صوص دمه بمعلومه يا المومس ليش الدرجه كويفي عشان ما اشوفك بتونس الظاهر بلعت العافيه خلاص فهمت اسلوبك جانجستا مع ربعك بوسي وانت بروحك تقول جروبك ما يعرفوني مطلعهم غلابه شلون اريك نشر فيرس تورتشر بحسابك ما يبون وات شلون اريك وات عرفوني مطلعهم غلابة شلون اريك نشر فيرس تورتشر بحسابي ما يبون يحط الكلمات نبي الكلمات برو يعني تراكات زي كذا we need the fucking lyrics صح ولا نبي الكلمات في الكابشنز come on bro come on عرفون لحم غلابة شلون اريك نشر فيرس تورتشر بحسابي ما يبون يعترفون مني دون المسيز اللي تضرب فيهم my fans لا تقول شلون يا بنت ترند من جمهورك على حسن yes. جمهورك ما يحبونك يبندوني عشان ادسك واذا يحبونك خلهم يردون حسابي الحين واذا ما ردوا حسابي يعني هم مستانسين انا ادس بالراب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغوا الحواش البيبي ربي قال انه معي جمل انا ادس بالراب وهو يبند هذا دليل اني بطش فيهم بلغوا الحواش البيبي ربي شو ما خلص directed by Vortex Vortex ترى سوى كمان الاخراج برو خلاص اظن خلص التراك برو اظن 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 يعني والله اعلم انه احنا في مرحله انتقاليه يعني whether we like it ولا لا فهمت علي اذا عجبنا ولا ما عجبنا احنا كذا في مرحله انتقاليه فهمت علي الاحسن الاجدد المتجدد والافضل هو اللي بيكمل فهمت او هو اللي بيبان لانه الموضوع كله صار كذا ابديتد الموضوع كله طلع ليفل كامل لفوق الان اكثر الرابرز صاروا يعني يسووا الشغله هذه صارت مصدر رزقهم فهمت علي وهذا شيء كويس ليش لانه زي ما قالوا ماني كيب ستاندردز هاي صح ولا فاذا هذا شغلك عشان تستمر في شغلك لازم تعدي 100% صح لازم تعدي 100% من جهدك عشان تكون كي ريليفنت ف الموضوع ما صار دسات وبس خلاص دسات وانا كسرت خشمه ولا نو 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 الموضوع صار بزنس ماركتينج والافضل هو اللي يكمل فهمت علي I'm just saying يو فورتكس بيج اب يور سيلف ورانا شغل نظيف اتمنى 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 يعني كلاش ياخذ التحدي هذا بكل جديه لانه فورتكس وسلومو سلومو المفروض اليوم ينزل يوم الخميس قال بنزل الفيرس الاول بعد ما باعه تقريبا لفريدوم ميوزك بخلي الرابط تحت لو حابين تشوفوا يعني والله العظيم انا بيك فان لكلاش بس في نفس الوقت اللي قاعد يسويه زي ما هو والله زي ما هو فهمت علي المهم ما علينا اتمنى كلاش يكمل اتمنى كلاش يطور من نفسه ويسمع لجمهوره برو تكلمت كثير فورتكس خلانا نتكلم كثير برو بيج اب لفورتكس بيج اب للشغل اللي سواه يعني ما عندي اي تعليق صراحة الشغل نظيف والشغل كذا هاردكور فهمت علي هاردكور وكيف اقول لك جريء يس تراك جريء تراك جريء كل ما تعنيه الكلمة من معنى فهمت علي يو برو تكلمت كثير اذا عجبك المحتوى تبع قناتي وحاب انك تدعمني لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناة تفعل زر الجرس شو سم لاف وكان معكم موديلا